أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من أحداث اليوم. أنا شادي شاش، وفي هذه الحلقة نناقش أهم الأحداث المحلية والعربية والدولية على مدار اليوم. وفي إطار تغطيتنا لكل ما هو جديد، نستعرض مع حضراتكم في العرض التالي أبرز أحداث اليوم على الصعيد المحلي والعربي والدولي. استقبل تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر اليوم الثلاثاء وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته الحالية إلى قطر. وصرح سفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير دولة قطر، وقام بتسليمه الرسالة الموجهة من رئيس الجمهورية والتي تضمنت الإعراب عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، والتطلع لاستمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي اتساقا مع ما يشهد مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم ملموس ورغبة في تسوية كافة المسائل العالقة في إطار ما نص عليه بيان العلا. هذا وقد قام وزير الخارجية بنقل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير قطر لزيارة مصر في أقرب فرصة. وأوضح حافظ أن أمير قطر طلب نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية، وأعرب عن تقديره وإشادته بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية وما شهدته الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات الوزارية واستئناف لأطر التعاون بين البلدين. كما تناول اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين في ضوء رئاسة قطر الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وما تطلع به مصر من دور في تعزيز أواصر العمل العربي المشترك وتدعيم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن شكري أعاد التأكيد على موقف مصر الراسخ من دعم ومساندة دول الخليج العربي ضد أي مخاطر أو تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها، وأهمية تنسيق الجهود وتعزيز التضامن المشترك في مواجهة كافة التحديات التي تستهدف النيل من الأمن القومي العربي. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش خلال مشاركتهما في الاجتماع التشاوري العربي في الدوحة بحثا التطورات على الساحة الليبية. وقالت وزارة الخارجية إن شكري والمنقوش اتفقا على أهمية الدفع قدما بالإجراءات والخطوات المتفق عليها في إطار العملية السياسية، ومنها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام. وأكد شكري دعوته للوزير المنقوش للقيام بزيارة إلى مصر في الأيام القادمة، وقد تم الاتفاق على موعد الزيارة لتتم في إطار التشاور القائم بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات، وعلى ضوء حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم لليبيا في مساعيها لبدء مرحلة جديدة يسودها الوفاق في إطار دولة ليبية مستقرة وبعيدة عن التدخلات الخارجية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله بشأن حرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية حال عدم سداد المصروفات الجامعية. أكد المركز نقلا عن وزارة التعليم العالي أحقية كافة طلاب الجامعات في دخول الامتحانات، حيث أن عملية أداء الامتحان غير مرتبطة بدفع المصروفات الجامعية، مشيرة إلى قيام عدد من الجامعات الحكومية بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين، سواء كانت مصروفات دراسية أو رسوم مدن جامعية، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في توفير المناخ الجيد للاستثمار، ونوه بأن هناك ملفات يتم حسمها تباعا خلال اجتماعات المجلس. خلال استقباله لوزير التجارة والصناعة السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له، شدد مدبولي على أن الدولة المصرية تعمل على مواجهة أي إجراءات بيروقراطية قد تعطل الاستثمار، مضيفا أنه على استعداد للقاء أي مستثمر جاد لديه مشكلات. من جانبه أوضح القصبي أنه يصطحب معه خلال هذه الزيارة إلى القاهرة 35 من صفوة رجال أعمال المملكة، ثلثهم لديهم توسعات لمشروعاتهم في مصر. وينضم إلينا الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد. بعد التحية لك دكتور علي، إذن يعني شقان أناقشك فيهما فيما يتعلق بهذا الخبر. أولا أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة مستمرة في توفير المناخ الجيد للاستثمار، هناك ملفات يتم حسمها تباعا حسب ما قال رئيس الوزراء خلال هذه الاجتماعات، كيف ترى هذا المناخ للاستثمار الآن؟ خلينا نقول ان الدوله يعني عملت بمنتهى الجهد خلال السنوات القليله الماضيه على تهيئه مناخ الاستثمار حتى يكون مناخ الاستثمار في مصر مناخ جاذب. قدرنا ان احنا نعمل على المحددات الخاصه بالاستثمار وبالاخص بالنسبه للمستثمر الاجنبي، سواء من توفير طبعا لاستقرار سياسي وامني وهو اول امر بيدور عليه اي مستثمر، بجانب الخطوات المرتبطه بالاصلاح الاقتصادي وازاي ان يبقى في ثقه في اداء الاقتصاد المصري، وازاي ان تكون التوقعات ايجابيه بشان المؤشرات الاقتصاديه الكليه للاقتصاد المصري، كمان استقرار السياسات الماليه والنقديه، جزء كمان مرتبط بالتصنيف الائتماني واستقرار سعر الصرف، وده نقاط مهمه جدا بيبحث عنها المستثمر، بجانب ازاي ان احنا كمان لما بنشوف العلاقات السياسيه والدبلوماسيه الطيبه ما بين مصر والمملكه العربيه السعوديه، ازاي ان دي بتنعكس على علاقات ايضا مرتبطه بالاقتصاد والاستثمار. نعم، سنتحدث طبعا عن هذا الشق وهو الشق الثاني من حديثنا، ولكن يعني قبل ان نصل اليه، ايضا نوه رئيس الوزراء الى انه حيعمل على مواجهه اي اجراءات بيروقراطيه من الممكن ان تعطل الاستثمار، وقال انه على استعداد للقاء اي مستثمر جاد لديه مشكلات، ايضا هذه نقطه هامه.
بالظبط. واحنا يمكن كان لينا دور مهم جدا وخطوات جاده جدا اتجاه التحول الرقمي والشمول المالي اللي قدرت ان هي تواجه مشكله البيروقراطيه اللي كنا بنعاني منها لسنوات طويله جدا، واللي كانت بتعتبر واحده من اهم المعوقات امام المستثمر. قدرنا ان احنا بالملفات ديت ان احنا نواكب الاقتصاد العالمي، وقدرنا ان احنا كمان نقدم مكاتب لخدمات المستثمرين، قدرنا ان احنا نعمل خريطه استثماريه يتم فيها طرح كافه الفرص الاستثماريه الواعده في الاقتصاد المصري مع العمل على تحديثها بشكل مستمر. دي كلها نقاط كان بيبحث عنها المستثمر، بجانب ازاي ان يبقى في حكومه برئيسها بيوعدوا كافه المستثمرين على تذليل كافه العقبات، فكره الباب المفتوح امام المستثمرين لتلقي اي شكاوى، ازاي ان الحكومه بتعمل على القضاء على كافه المنازعات، ازاي ان احنا بندور على فكره المصالح والعوائد المشتركه. دي نقاط مهمه جدا بيبحث عنها المستثمر في اي دوله، وكمان مع الخطوات اللي احنا بنقوم بيها الاصلاحيه، وكمان احنا في مرحله للاصلاح الهيكلي، فدي بتقدم العديد من الفرص الاستثماريه اللي باذن الله اخواتنا واشقائنا في المملكه باذن الله يكون فيهم تواجد اكبر. لان برضه لما نيجي نبص على اجمالي الاستثمارات السعوديه في مصر هي وصلت لغايه 2020 ما يقدر بحوالي 30 مليار دولار. طيب يعني بما انك وصلت الى هذه النقطه وهذا هو الشق الثاني، طبعا استقبل يعني رئيس الوزراء وزير التجاره والصناعه السعودي ماجد القصبي على راس وفد ايضا مرافق له بيكون من 35 من صفوه رجال الاعمال في المملكه العربيه السعوديه، يمكن ثلثهم لديه مشروعات ويريد توسعها في مصر. يعني الاقتصاد يعني او الحاله الاقتصاديه بين مصر والسعوديه هي حاله خاصه جدا، استثمارات كبيره للغايه وفرص ايضا واعده. بالظبط، احنا عندنا عديد وعديد من الفرص اللي احنا بنقدمها للمستثمرين بشكل عام، وعمليه الترويج المستمره لملف الاستثمار في مصر هي عمليه بيقوم بيها كل افراد الحكومه، وفي جانب طبعا قبليهم رئيس الجمهوريه اللي في كل زياراته الخارجيه بياكد على الفرص الاستثماريه الواعده في الاقتصاد المصري وعلى الاصلاحات الاقتصاديه اللي احنا بنقوم بيها. واحنا بنحاول باذن الله الفتره اللي جايه ان احنا نضاعف حجم الاستثمارات السعوديه على ارض مصر. يعني يمكن زي ما ذكرت احنا بنتحدث عن ما يقرب من حوالي 30 مليار دولار كإجمالي للاستثمارات السعودية على أرض مصر. نعمل بإذن الله أن الرقم ده يتضاعف خلال الفترة القادمة، بجانب كمان أن هيأتي منها كمان جزء مرتبط بمعدلات التبادل التجاري اللي احنا بنعمل كمان حجم التجارة البينية بين الدولتين أن هو يتضاعف أيضا خلال الفترة القادمة، في ظل كمان أن احنا بنتحدث مش على عوائد ومصالح مصرية فقط، ولكن هي مصالح مشتركة. صحيح. لأن مصر دلوقتي أصبحت هي بوابة إفريقيا، احنا بنتحدث عن منطقة تجارة حرة إفريقية دخلت حيز التنفيذ، بمعنى أن احنا كمان إزاي أن مصر تبقى بوابة لعديد من المنتجات السعودية أنها تكون وتغزو القارة الإفريقية ويكون لها تواجد بشكل أكبر، بجانب الاستفادة من عديد من مدايا الاقتصاد المصري اللي الدولة اشتغلت عليه وهيئته خلال السنوات الماضية. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد. حذرت مصر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلا أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديد لنجاح برامج مكافحة التصحر. جاء هذا في كلمة مصر التي ألقاها وزير الزراعة السيد القصير نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الأمم المتحدة في الحوار رفيع المستوى بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. أعلن وزير الزراعة أن مصر أحرزت تقدما في مجال مكافحة التصحر والجفاف، وأشار إلى أن مصر بتمتلك مركز بحوث الصحراء والمنوط به مكافحة التصحر والتقليل من تدهور الأراضي وتخفيف الآثار السلبية للجفاف على المستوى الوطني وتقديم الدعم الفني لبعض الدول العربية والإفريقية على المستوى الإقليمي في إطار الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة 2030. سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، سعادة السيد إبراهيم سياو الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حضرات السادة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، معالي السادة الوزراء ممثلو الدول الأطراف بالاتفاقية، أصحاب المعالي والسمو السيدات والسادة، بداية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية
معربا عن خالص شكره وتقديره لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة وسعادة الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على الدعوة الكريمة التي وجهت إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في هذا الحوار. كما أتوجه ببالغ الشكر والتقدير لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على جهودها في تنظيم هذا الحدث رفيع المستوى. السيدات والسادة، يشكل التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تحديات ذات بعد عالمي، وتسبب وجود هذه الظاهرة في مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية جميعها مرتبط بالتصحر ويضر بالأمن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجي وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية والاشتراك في تشكيل تحديات خطيرة مرتبطة بالتنمية المستدامة. لذلك تؤكد مصر على أهمية تقييم التقدم الذي تحقق في مكافحة التصحر وتحيي تدهور الأراضي والجفاف، وتؤكد على ضرورة تشجيع اتباع نهج استباقي للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، والالتزام بتبني أفضل الممارسات لاستعادة الأراضي على أساس الأدلة العلمية والمعارف التقليدية، وتؤكد على الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث، مكافحة التصحر، التغيرات المناخية، التنوع البيولوجي، مع تشجيع الحكومات المحلية على تبني الإدارة المتكاملة لرفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه. وفي ذات الوقت فإن المجتمعات تحتاج أيضا إلى استراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوي على زيادة إنتاجية الأرض وإعادة تأهيلها وترشيد استخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة. ولا شك أنه في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تطلع بدور محوري في معالجة تلك القضايا من خلال تبادل التجارب الناجحة ونقل التكنولوجيا وتقديم الدعم العلمي والتوعية وحشد الموارد ومساعدة الأطراف، مستهدفا بذلك مكافحة تدهور الأراضي بحلول عام 2030. السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أطلعكم على التقدم الذي أحرزته جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة التصحر والجفاف، خاصة وأن مصر تمتلك مركز بحوث الصحراء والمنوط بمكافحة التصحر والتقليل من تدهور الأراضي وتخفيف الآثار السلبية للجفاف على المستوى الوطني، وتقديم الدعم الفني لبعض الدول العربية والإفريقية على المستوى الإقليمي في إطار الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة 2030. وقد تمثل ذلك في اتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء ومنع تدهور الأراضي أو تغيير نشاطها. وبالتالي فقد حققت مصر تقدما ملموسا في منع أحد مسببات تدهور الأراضي نتيجة تدخل العامل البشري. أيضا تبنت مصر خطة وطنية لمكافحة التصحر من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية كأحد البرامج القومية للتوسع الأفقي، اعتمادا على المياه الجوفية وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعي بالأساليب العلمية من خلال إقامة محطات معالجة تتكلف مليارات الدولارات. تبنت مصر أيضا برنامجا وطنيا لاستنباط أصناف ذات جدارة إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة في احتياجاتها المائية ومقاومة للجفاف والظروف البيئية المعاكسة، وذلك لكثير من أنواع المحاصيل واعتماد الخريطة الصنفية على مستوى الدولة. ولتخفيف الآثار السلبية للجفاف ونقص المياه، فقد أطلقت الدولة المصرية برنامجا متكاملا لتبطين الترع والمسائي وإعادة تأهيلها، وتبني خطة وطنية للتحول من نظام الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة، وذلك لتقليل الفاقد ورفع كفاءة استخدام المياه. تبنت مصر أيضا خطط طموحة لتنمية الوديان في مناطق الزراعة على الأمطار من خلال حصاد مياه الأمطار وتحسين المراعي الطبيعية وتنمية المجتمعات البدوية مع تأهيل المرأة وتفعيل مشاركتها في برامج التنمية المستدامة. السيدات والسادة، دعما لجهود مصر وتعزيز الاستمرار في مواجهة التحديات التي تعوق التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي، وباعتبار أن الموارد المائية هي المصدر الرئيسي للتنمية الزراعية ومكافحة التصحر، فإن جمهورية مصر العربية تحذر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلا أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود، بما يشكل تهديدا لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحيي تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف والتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء. كما توجه جمهورية مصر العربية نداء لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بأن تعمل على تسهيل حصول الدول الأطراف على التمويل اللازم من خلال آليات التمويل الدولية لمواصلة الجهود الشاملة في تنفيذ برامج تحييد
تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف. وختاما أتمنى أن يكون الحوار مثمرا وبناء ويخرج بتوصيات فاعلة يمكن تحقيقها على أرض الواقع، استمرارا لما يبذل من جهود دولية في إطار اتفاقية مكافحة التصحر، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة 2030 وكنظرة مستقبلية حتى عام 2050 وصولا إلى عالم خالي من التصحر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم مشاهدينا في أحداث اليوم على شاشة إكسترا نيوز، ونتابع الآن الشأن العربي. قالت رئاسة الجمهورية اللبنانية إن الزخم المصطنع الذي يفتعل البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة لا أفق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص عليه في الدستور. وأضافت الرئاسة اللبنانية أن تمت معطيات برزت خلال الأيام الماضية تجاوزت القواعد الدستورية والأصول المعمول بها. أكدت نجاة رشدي نائبة المنسقة الخاصة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان أن لبنان يواجه واحدة من أسوأ أزماته المالية والاقتصادية في التاريخ الحديث، ويصارع الانهيار الاقتصادي والمالي، حيث تقدر الأمم المتحدة أنه خلال الأشهر الثمانية المقبلة هناك حاجة إلى حوالي 300 مليون دولار أمريكي لتغطية الاحتياجات الأساسية لمليون ونصف مليون لبناني و400 ألف عامل مهاجر متأثرين بالأزمة المستمرة. أوضحت المسؤولة الأممية أنه في الفترة ما بين إبريل 2019 وإبريل 2021 ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بأكثر من 208%، وارتفع سعر المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 670%. نتيجة لذلك يعيش أكثر من نصف اللبنانيين الآن تحت خط الفقر. وشددت المسؤولة الأممية على أن تنمية لبنان مسؤولية اللبنانيين ليست مسؤولية المجتمع الدولي، مطالبة بأن يكون هناك قرار بوضع مصلحة البلد ومصلحة اللبنانيين على رأس الأولويات الحكومية. هاتفيا ينضم إلينا من بيروت الأستاذ شادي نشابة الكاتب والمحلل السياسي. بعد التحية لك أستاذ شادي، إذن يعني منسقة الأمم المتحدة تقول أو تتحدث عن أرقام خطيرة جدا فيما يتعلق بحالة الاقتصاد اللبناني الآن، تقول إن هناك حاجة إلى 300 مليون دولار أمريكي لتغطية الاحتياجات الأساسية لمليون ونص لبناني، 400 ألف عامر مهاجر أيضا موجودين في لبنان متأثرين بهذه الأزمة. أيضا قالت أنه هذه المسؤولية كلها لا تقع على المجتمع الدولي وإنما تقع على الحكومة اللبنانية أو من يقومون بالسلطة في لبنان. كيف ترى هذه التصريحات وما هو وضع الاقتصاد اللبناني الآن؟ مساء الخير لك تشادي لك المشاهدين الكرام. منذ حوالي 10 أيام كان هناك تقرير للبنك الدولي تحدث أن الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان هو من أسوأ 10 انهيارات منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى اليوم. فبالتالي الأرقام التي تحدثت عنها السيدة نجدي نعم هي واقعية، وأعتقد أن منتجهم إلى الأسوأ إن لم يتم تشكيل الحكومة. من هنا رمت الموضوع على اللبنانيين، لأن على السلطة السياسية في لبنان أن تمضي في إصلاحات صندوق النقد الدولي وأن تمضي في العمل على الإصلاح السياسي والإداري والمالي في لبنان، ولكن هذه 300 مليون دولار التي تحدثت عنها هي في الحاجات الأساسية التي نحن نتحدث عن حليب الأبصار، عن حاجات جدا أساسية كأمن غذائي للمواطن اللبناني. طبعا الأرقام التي تحدثت عنها السيدة رشدي تحدثت عن ارتفاع 600%، ولكن أعتقد أن في حال استمرت انهيار الليرة اللبنانية التي نشهدها يوما بعد يوم ممكن أن نذهب إلى 1000% وأكثر من 1000%.
فنعم لبنان في مشهد كارثي، إن كان على الصعيد الاجتماعي والأرقام التي تحدثت عنها السيدة رشدي، أو إن كان على الصعيد الاقتصادي وإقفال أكثر من 50% من المؤسسات منذ 2017 حتى اليوم. نعم نحن في مشهد كارثي، وأن استمر الوضع كما هو عليه نحن ممكن أن ننتقل إلى مزيد من التوترات الاجتماعية والأمنية لا سمح الله. والمؤتمر الذي يحدث الآن خلال أيام في فرنسا لدعم الجيش اللبناني، لأن أصبحت المؤسسة العسكرية في لبنان في خطر، أصبح المؤسسات الأمنية في خطر بسبب انهيار سعر صرف الليرة. فكان بالسابق الجندي معاشه حوالي 700 دولار، اليوم أصبح حوالي 50 دولار. فبالتالي نعم نحن ذاهبون من انهيار إلى انهيار لم تأخذ المبادرة السلطة السياسية في لبنان. طيب هي حملت يعني السلطة اللبنانية المسؤولية وليس المجتمع الدولي، ولكن من هي السلطة اللبنانية؟ يعني إلى الآن لا توجد حكومة أستاذ شادي. اولا هناك حكومه مستقيله وممكن تفعيل عملها، ولكن للاسف مجلس النواب لا ياخذ دوره بالشكل المطلوب لتغطيه الحكومه المستقيله وتفعيل اعمالها على الاقل في تسيير اعمال المواطنين، لان اليوم الحكومه المستقيله حتى لا تسير اعمال المواطنين اليوميه. اما في موضوع الاخر هو موضوع تشكيل الحكومه، اي الكتل السياسيه الاساسيه الموجوده في لبنان، وخصوصا اليوم هناك صراع ما بين فريق رئيس الجمهورية وحلفائه وفريق رئيس الحكومة وحلفائه من جهة أخرى. ومن هنا أتى اليوم بيان رئاسة الجمهورية كما ذكرتم في تقريركم، يحاول أن يرسل رسالة قبل حدوثها، رسالة لرئيس الحكومة وحلفائه، أن لأن هناك بعض المعطيات تشير أن رئيس الحكومة سيتجه إلى القصر الجمهوري في الأيام المقبلة وأن يقدم تشكيلة حكومية جديدة، فيحاول أن يبرر عدم قبول هذه التشكيلة الحكومية من خلال هذا البيان الذي حدث اليوم من خلال حديثه عن موضوع المؤشرات الإيجابية. نعم يعني هو هذا البيان نحن قرأناه أستاذ شادي، ولكن أعيده على حضرتك يعني لكي تشرحه لنا. يعني الرئاسة اللبنانية قالت أن الزخم المصطنع الذي يفتعل البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة لا أفق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص عليه في الدستور، وأن هناك ثمة معطيات برزت خلال الأيام الماضية تجاوزت القواعد الدستورية والأصول. ما هي المعطيات التي تجاوزت القواعد الدستورية والأصول؟ هناك رسالتين من هذا البيان. الرسالة الأولى أن لقاء الخليلين مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الوزير جبران، وزير الصرف جبران باسيل، يجب الحوار أن يتم مع رئيس الجمهورية. هنا هو يتحدث عن الأصول، أن يجب أن تكون المفاوضات معه مباشرة، وأن يكون تسمية الوزراء، إن أرادت الكتل السياسية الأخرى تسمية الوزراء من الطوائف المختلفة، فيجب أن رئيس الجمهورية أن يسمي كافة الوزراء المسيحيين، لأقولها كما هي حاليا، كحق من حقوق رئيس الجمهورية. أما الرسالة الأخرى، لأن كان هناك بعض المؤشرات أو الحديث عن أن هناك بعض المعطيات الحكومية الإيجابية، وكان هناك زيارة اليوم لنائب رئيس مجلس النواب للرئيس الحريري وتحدث عن أن هناك أجواء إيجابية لدى بيت الوسط، أي لدى الرئيس الحريري، فأراد الرد بطريقة غير مباشرة بأن هذه الأجواء الإيجابية هي مصطنعة، وإن إن 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 تم ذهب الرئيس الحريري وقدم تشكيلة حكومية وتم رفضها من قبل رئيس الجمهورية ليس بسبب تعطيل من قبل رئيس الجمهورية، بل بسبب عدم الأخذ بالمعطيات الدستورية أو القوانين أو المتبعة التي يريدها رئيس الجمهورية كما ذكر في بيانه. المسؤولية اليوم تقع على الطرفين، من جهة على رئيس الحكومة وحلفائه، ومن جهة أخرى على رئيس الجمهورية وحلفائه من جهة أخرى. وللأسف لبنان يعيش اليوم في أزمة نظام سياسي أكبر من أزمة تشكيل الحكومة. عسى أن نتمكن من تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، لأنه إن لم يتم تشكيل الحكومة في وقت قريب فبالتالي نحن ذاهبون إلى مزيد من المشهد السوداوي داخليا في لبنان، ومزيد من الذل المواطن اللبناني على أبواب المستشفيات، طوابير على أبواب محطات البنزين،
عدم وجود توفر الدواء، عدم توفر الحليب للأطفاء، فبالتالي نحن نعيش اليوم في وضع كارثي، وممكن أن نتجه إلى وضع كارثي أكثر للأسف في المرحلة المقبلة إن لم يتم أخذ المبادرة من قبل السلطة السياسية في لبنان. أنا بشكرك على هذه المداخلة الأستاذ شادي نشابة الكاتب والمحلل السياسي. ما زلنا معكم مشاهدينا في أحداث اليوم على شاشة إكسترا نيوز، ونعود بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث سد النهضة والذي يعقد في الدوحة، أطلع وزير الخارجية سامح شكري نظراءه العرب على جهود مصر وإرادتها الصادقة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث، مشددا أن إصرار إثيوبيا على الملء دون اتفاق يخالف قواعد القانون الدولي. للمزيد ينضم إلينا عبر الصوت والصورة دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية. بعد التحية لك دكتور حسن، إذن في البداية كيف تابعت اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم في الدوحة؟ مساء الخير أستاذ شادي، تحياتي لك وشكرا على الاستضافة. يعني أتصور أنه يعني هذا الاجتماع الطارئ لمناقشة ملف سد النهضة بيعكس أمر في غاية الأهمية، وبيعكس حالة من حالات التضامن العربي والمساندة والمؤازرة لدولتي المصب بالنسبة لنهر النيل مصر والسودان. أعتقد أيضا أنه بيكرس نجاح الدبلوماسية المصرية وتحركاتها خلال الأيام الماضية، وما قام به الوزير سامح شكري من زيارات مكوكية للعديد من الدول الإفريقية والدول العربية ولشرح قضية سد النهضة وشرح وجهة النظر المصرية. أعتقد أيضا أنه هذا الاجتماع كان فرصة جيدة لعرض الموقف المصري الواضح والحلول المختلفة التي قدمتها مصر والمرونة الشديدة التي أبدتها مصر على مدار 10 سنوات في مقابل التعنت الإثيوبي. أعتقد أنه كان فرصة أيضا لإظهار المقاربة المصرية التي كانت تتأسس على فكرة التنمية للجميع في مواجهة المقاربة الصفرية التي ما زالت تتمسك بها إثيوبيا وتحاول أن تتعامل مع نهر النيل على أنه بحيرة إثيوبية وليس نهرا يمتلكه الجميع وملكية مشتركة. أعتقد أيضا أنه ما طرحه الوزير سامح شكري ولقي صدى إيجابيا لدى كافة المجتمعين بيعكس عدالة القضية المصرية والحقوق التاريخية الثابتة لمصر في مياه النيل، فضلا عن كونه قضية وجود سواء بالنسبة لمصر وبالنسبة للسودان. هذا الاجتماع شادي تعلم أنه أيضا نتيجة التنسيق بين مصر والسودان وتأكيد الدولتين على استمرار التنسيق بينهما قاريا إقليميا ودوليا، وبالتالي هذا الاجتماع يبعث برسالة قوية بأن مصر والسودان لا تقفان وحدهما في مواجهة إثيوبيا، وإنما هناك دعم عربي حقيقي ومساندة حقيقية للحقوق دولتي المصب في نهر النيل، وأن القطار قد بدأ ولن يتوقف في مساندة مصر والسودان للضغط على إثيوبيا ووقف سياساتها الانفرادية التي تضر بكل من دولتي المصب. يعني هذا الاتفاق في الرؤى المصرية السودانية دكتور حسن كيف أفاد هذه القضية؟ أعتقد أنه التنسيق حتمي وضروري أستاذ شادي بين مصر وبين السودان، ويمكن السودان أيضا تشير إلى أنها أكثر تضررا بحكم قربها من سد النهضة، ومصر أيضا تتضرر من نقص كميات المياه، فالتنسيق واجب وضروري وهو ما اتفقت عليه الدولتان، فتطابق وجهات النظر يمثل دعما وزخما للدولتين في المحافل الدولية. لعلك يعني تذكر أن مصر وبمساندة سودانية أيضا قدمت مذكرة إلى مجلس الأمن لشرح الموقف وشرح عدالة القضية بالنسبة لمصر والسودان، وما انتهى إليه المجتمعون في الدوحة أشار إلى دعوة مجلس الأمن لبحث ملف سد النهضة، وهذه هي مهمة مجلس الأمن. أستاذ شادي اسمح لي في دقيقة أن أشير إلى أنه ما تمارسه إثيوبيا يهدد الأمن والسلم في منطقة القرن الإفريقي. نعم، والمذكرة يعني قدمت إلى مجلس الأمن تحت هذا البند اللي بتتحدث عنه دكتور حسن. تحديدا هو تهديد الأمن والسلم سواء على المستوى الإفريقي أو حتى على المستوى العربي. مجلس الأمن مدعو الآن لأداء دوره ولحفظ الأمن والسلم، لأنه ما تمارسه إثيوبيا يمثل اعتداء مباشرا على حقوق كل من مصر والسودان، وما تمارسه مصر من إجراءات في كل المستويات هو حق في الدفاع الشرعي عن النفس، هي قضية وجود أستاذ شادي، وبالتالي هذا الدعم العربي وهذا التنسيق المصري والسوداني يمثل زخما حقيقيا حال قرر مجلس الأمن عقد جلسته
لمناقشة ملف سد النهضة. أظن أنه سوف يكون هناك دعم دولي كبير، خاصة أن هناك طرفا عربيا وهو تونس موجود في مجلس الأمن يستطيع أن يحشد، بالإضافة إلى وجود المجموعة العربية التي تتشكل من كل من الأردن والسعودية والعراق والمغرب، وكلفت من قبل الجامعة العربية بإجراء مباحثات في نيويورك لمزيد من الدعم للموقفين المصري والسوداني. طيب، يعني هذا التضامن العربي الواسع مع مصر فيما يتعلق بسد النهضة وضمان حقوق مصر المائية كانت البداية طبعا من جامعة الدول العربية، والتي أكدت على أنه الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. يمكن دكتور حسن حتى رب ضارة النافعة، يعني هذا الإجماع العربي على عدالة هذه القضية بالنسبة لمصر والسودان لم نشاهده يمكن في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بقضايا أخرى متعددة في عالمنا العربي. هذه المرة نرى هذا التضامن الكامل. إذن يعني كيف ترى أنت؟ يعني أنا حأحيل سيادتك إلى ما قاله يعني السيد أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة بمناسبة يعني تدخل الجامعة في هذا الملف. يعني هو أشار إنه الجامعة لها كل الحق في حماية أمن دولتين من أعضاء الجامعة هما مصر والسودان حين يتعرض هذا الأمن للتهديد. الأمن المائي لمصر والسودان هو مكون رئيسي أستاذ شادي من الأمن القومي العربي، وهو ما يمكن أن وهو ما أكده المجتمعون في الدوحة، وبالتالي كانت هذه المساندة وكان هذا الإجماع العربي المتوقع والضروري، والذي يظهر أستاذ شادي عادة في أوقات الأزمات حين يواجه الأمن القومي العربي تحديا حقيقيا. فلا أهم من خطر تهديد الأمن المائي لدولتي المصب، لا أهم من تهديد وجود أكثر من 100 مليون مصري وسوداني وخطر نقص مياه النيل. وزير الخارجية سامح شكري قال أن القاهرة تسعى طبعا لحل دبلوماسي لأزمة سد النهضة، وأكد أن مصر والسودان لديهم القدرات للدفاع عن مصالحهما. يعني أيضا لهذا التصريح أهمية. أعتقد أن مصر دائما تمد يد الدبلوماسية أستاذ شادي، وتعلي دائما يد السلام ويد التنمية للجميع. هذه هي المقاربة التي تتبناها مصر على مدار 10 سنوات دون نتيجة. كم من البدائل التي قدمتها مصر، كم من الحلول التي قدمتها مصر والسودان لإثيوبيا، كم من الوساطات التي لجأت إليها مصر، كم من الاقتراحات التي رفضتها إثيوبيا، وكان آخرها حتى الوساطة الرباعية التي اقترحتها السودان من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي. أعتقد أن يد السلام ممدودة وما تزال حتى هذه اللحظة من كل من مصر والسودان. كل ما تطلبه مصر والسودان واضح ومحدد أستاذ شادي، هو أن نصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد يضمن حقوق الجميع ويضمن التنمية للجميع. أما ما تطلبه إثيوبيا فهو محاولة فرض واقع لا تقبله مصر ولا تقبله السودان، لأنه يغير من حقائق التاريخ ويمس حياة المصري والسوداني. طب أخيرا دكتور حسن، يعني بعد كل هذه التحركات متواصلة على كافة المسارات والأصعدة الدبلوماسية والسياسية التي تنتهجها مصر وأيضا السودان فيما يتعلق بعدالة قضية سد النهضة، هل تلمس هذا التغير الذي ننشده من المجتمع الدولي؟ أعتقد أن المجتمع الدولي يعني آن له أن يغير من طريقة التعامل. أنت تعلم أن هناك بعض المخاوف حتى من بعض الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لاتخاذ قرار ليس لموقف من مصر أو السودان، ولكن لأن بعض هذه الدول هي دول منبع، وبالتالي تخشى أن تتخذ قرارا يؤخذ عليها بعد ذلك في أماكنها. لكن أعتقد أن هذا الضغط وهذا الزخم يمكن أن يؤدي دورا مؤثرا للضغط على إثيوبيا حتى لتغيير مواقفها الداخلية، رغم ما تمارسه من توظيف سياسي لملف سد النهضة لحل مشكلتها الداخلية. أستاذ شادي، أنت تعلم أن كثيرا من الدول العربية لديها استثمارات مع إثيوبيا ولها علاقات طيبة مع فواعل دولية يمكن أن تمارس ضغطا وتأثيرا على إثيوبيا، وبالتالي أعتقد أن هذا الاجتماع الذي عقد في الدوحة له ما بعده، سوف يليه تحركات دولية وتحركات إقليمية، لأنه لا يمس فقط الأمن المائي لدولتي المصب ولا يمس فقط فكرة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، يمكن الرئيس السيسي أشار إلى هذا الأمر، وإنما يمس أيضا خطوط الإمداد النفطية والغازية في منطقة الخليج العربي، وهو يؤثر عليها تأثيرا مباشرا، وبالتالي التحرك العربي والإفريقي والدولي مطلوب وحتمي في الوقت الراهن. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل. كنت معنا دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، شكرا لك. إذن تضامن عربي واسع مع مصر فيما يتعلق بأزمة سد النهضة وحفظ حقوقها المائية، البداية من جامعة الدول العربية والتي أكدت على أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. نتابع المزيد في العرض التالي.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تضامن عربي واسع مع مصر فيما يتعلق بأزمة سد النهضة وحفظ حقوقها المائية. البداية من جامعة الدول العربية التي أكدت أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددة على ضرورة امتناع إثيوبيا عن البدء في الملء الثاني لسد النهضة من دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب. بدوره أكد رئيس البرلمان العربي التضامن التام مع مصر والسودان ودعمهما الكامل في موقفهما من التطورات الأخيرة في أزمة سد النهضة، مطالبا الجانب الإثيوبي بالاستجابة الفورية لصوت العقل والحكمة الذي تقوده الدبلوماسية المصرية من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة. من جانبها شددت منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة الحفاظ على الأمن المائي لكل من مصر والسودان. جاء ذلك بينما أعلنت السعودية دعمها ومساندتها لمصر والسودان بشأن سد النهضة، مؤكدة أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، ومشيرة إلى دعمها لأي مساع تسهم في إنهاء أزمة ملف سد النهضة. الكويت أعلنت أيضاً تضامنها مع مصر والسودان في جهودهما لحل أزمة سد النهضة بما يحفظ لدولتي المصب حقوقهما المائية والاقتصادية وفق القوانين الدولية. من جانبها أعلنت البحرين تضامنها مع مصر في الحفاظ على أمنها القومي والمائي ودعمها لجهود حل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة. كما أكدت الأردن دعمها للموقف المصري في التوصل لاتفاق يحفظ حقوق مصر المائية وينهي الخلاف حول سد النهضة عبر حل تفاوضي وفقاً للقانون الدولي، مع التشديد على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات أحادية قبل التوصل إلى اتفاق بما في ذلك بدء عملية ملء السد. كما أكدت تونس وقوفها إلى جانب مصر من أجل التوصل إلى حل تفاوضي عادل لملف سد النهضة بما يحفظ الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل. هذا وأعلن العراق من جانبه دعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل، مؤيدا جهودهما في التوصل إلى اتفاق نهائي لقسمة عادلة تضمن حقوقهما. أيضا أكدت الإمارات اهتمامها البالغ وحرصها الشديد على استمرار الحوار الدبلوماسي والمفاوضات لتجاوز أي خلافات حول سد النهضة، وأكدت أهمية العمل من خلال القوانين والمعايير الدولية. بدورها أكدت سلطنة عمان تضامنها مع مصر وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول سد النهضة عبر الحوار والتفاوض بما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح الأطراف جميعا. كما أعلنت الحكومة اليمنية تضامنها ووقوفها مع مصر لإيجاد حل عادل لملف سد النهضة ودعم جهودها لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لأبرز المواقف العربية الداعمة لمصر والسودان في قضية سد النهضة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. إذن ارتفع مستوى التنسيق الدبلوماسي بين مصر والسودان لشرح التطورات المتعلقة بسد النهضة في عدد من العواصم الإفريقية والعربية المختارة من قبل الجانبين، الأمر الذي بعث برسائل هامة للمجتمع الدولي حول مخاطر بقاء هذه القضية بدون حل. أترككم مع تفاصيل أكثر وغدا حلقة جديدة من أحداث اليوم. في ظل مخاطر جمة تهدد الأمن والسلم في المنطقة بسبب جمود قضية سد النهضة، اتخذت مصر والسودان إجراءات مشتركة لمواجهة سياسة الأمر الواقع التي تحاول إثيوبيا فرضها. وفي آخر جولات المشاورات بين مصر والسودان التي أقيمت بمشاركة خبراء فنيين وقانونيين من الجانبين، اتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة، وأكد على أهمية دفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي. ومن هذا المنطلق ارتفع مستوى التنسيق الدبلوماسي بين مصر والسودان
لشرح التطورات المتعلقة بسد النهضة في عدد من العواصم الأفريقية والعربية المختارة من قبل الجانبين، الأمر الذي بعث برسائل مهمة للمجتمع الدولي حول مخاطر بقاء هذه القضية بلا حل، خاصة بعدما دعمت مصر المقترح السوداني بتوسيع مظلة الوساطة لتشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتجنب إطالة أمد المفاوضات. ومؤخرا أرسلت الخارجية المصرية خطابا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باعتباره الجهة المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين لتسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي. كما أكدت الخارجية السودانية من جانبها أن موقفها تجاه سد النهضة يحظى بدعم وطني واسع من كافة الأطياف السياسية والشعبية. وإجمالا ركزت التحركات المصرية والسودانية على إظهار حقيقة المواقف الإثيوبية التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة وفي إطار رعاية الاتحاد الإفريقي.